الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها،
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أصلح ظواهرنا ومواطننا واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجا إلا بلغته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم العن كبرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم لا تربع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم هؤلاء عبادك وإمامك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك فاقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين اللهم أمن مخافتهم اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم وحقق رجاءهم واستجب دعاءهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم فك أسر المسؤولين من المسلمين واجمع شملهم عاجلا غير آجل يا قوي يا متين اللهم خذ لهم بثأرهم وانتقم لهم ممن ظلمهم اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم جازع عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الاستقامة على الصراط السوي يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة والكرامة اللهم وفقنا لما يرضيك واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واكتبنا به من صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له اللهم اكتبنا به من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له اللهم أعد علينا رمضان سنين كثيرة ووفقنا به للطاعات وارزقنا القبول اللهم ارزقنا حلاوة العبادة وحلاوة الطاعة اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وزينا بزينة الإيمان
اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن لنا شافعا مشفعا وأن لا تجعله علينا ماحلا مصدقا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم شفعه بنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرف أحدا منا في هذه الليلة إلى أهله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.